إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في تش مباشر آخر من ضواحي مدينة الدار البيضاء وبالضبط في طريق مديونة، يعني هابطين إن شاء الله مدينة الدار البيضاء. فدابا كثير وكثيف جدا في طريق مديونة، واحدة من الطرق الرئيسية يعني مشاهدينا الكرام، كدير المطار دروان ديونة برشيد 16، يعني طريق رئيسية. اكيد يعني متابعينا الكرام على ان الكل سمع ب السيدة اللي كانت وقعت في لوطوروت، يعني ملي مراكش 16، يعني فوق من 30 طوموبيل اللي 40 سيارة يعني اللي دكدكات. الله يشافي الناس بداك اللي مات، الله يشافيهم اللي تصابوا، الله يشافي. المحنات وهاد الازمات يعني مؤخرا ديال سوا الديور اللي كيريبو او لا سوا يعني هاد الحوادث كاملين اللي كنشوفوهم، فكيمشيو ضحايا ديالهم ناس مساكن اللي كيكونوا غاديين عند الاهل ديالهم او لا كيكونوا يعني غاديين في العمل ديالهم. مبغوش الله يحفظ نشوفو يعني شي واحد غادي كيتسناو ولادو شي شاي ولا شي حاجة الله يحفظ. يعني شوية ان شاء الله كلشي غادي يوصل عند الاهل ديالو ان شاء الله. كنشوف يعني اخوان كيقولو الصوت كيتقطع، الصوت كيتقطع، انا غادي نحاولوا لاننا الاجواء المشكل ديال الصوت. فأتمنى يعني يكون هذا المشكل ديال الصوت تحل اخواني الكرام ونكملوا يعني في الحديث ديالنا. فإذا كان المشكل ديال الصوت تحل وان شاء الله نسمعوا تعليق نقراو تعليق ديالكم. كنظن بلي الصوت دابا واضح، دابا مزيان، يعني دابا مزيان، دابا نكملو يعني كيف ما قلنا متابعينا الكرام. بالنسبة للناس اللي عاد تعقوا بينا او لا ما كانوش كيسمعوا في الاول مزيان، حنا كنتواجدو في طريق مديونة، يعني واحدة من الطرق الرئيسية كيف ما سبق وشرنا. كيف قلنا يعني دابا بكثيف، نتمنوا من الله على ان الكل ياخذ يعني الحيطة والحذر ديالو، باش ان شاء الله ما نشوفوش حوادث او لا نشوفو يعني شي حاجة هكا. يعني بارك هذوك الناس مساكن، ما نساوش على اننا نترحمو على خوتنا
اللي ما يشوف الحواديت لا في درب مولاي شريف أو يعني في المدينة القديمة، ولينا كنشوفوا يعني هاد الحواديت ديال الانهيارات بكثرة. الناس مساكن كاين اللي معلومين يعني على المنازل على أنهم غادي ينهاروا، ولكن شنو الحل؟ الحل ما عندهمش، مساكن ماشي بيديهم. يعني كيقول لك أنا خويا فين غادي نخرج؟ شخصيا يعني البارح تصورت مع واحد السيدة اللي والله إلا يعني تقطع في القلب، يعني فوق من 80 عام وساكنة غير بوحدها، وكاع الكراية يعني اللي كانوا في ديك الدار بالضبط في المدينة القديمة، كاع دوك الساكنة اللي كانوا في دوك الدار خرجوا، حيت يعني ناس خدامين وخا هكاك بخير خرجوا كراو أولا خرجوا يعني عطاوهم الساروت حيت كاين استفادة. ديك السيدة مسكينة يعني كي غادي نقول لك مرا كبيرة كجدة، يعني ما كبيرة على الأم مسكينة كجدة، مرا مسكينة وحق الله إلا رجعتو لي لايف يعني اللي قبل غادي تلقاوها غادي يعني تشوف واحد المنظر اللي غادي كيضر في الخاطر. كنت حطيت النمرة ديالها بالنسبة للناس اللي كانوا باغيين يتواصلوا معاها، حيت بزاف ديال الإخوان تفاعلوا مع اللايف وتفاعلوا مع الحالة ديال السيدة، مرا كبيرة كيف ما قلنا عايشة بوحدها مسكينة، كتعيش غير ب داكشي ديال الحانوت بيمو خبزة والناس كيعطفوا عليها، مسكينة ما عندهاش فين تخرج وما عندهاش باش تخلص. يعني قالت لي انا مبقى ساكنة هنا تنشوفو تريب ولا تشوف زعما شنو المحل ديالها. الله يحسن لها العوان ان شاء الله، نتمنى من الله يعني الاخوان اللي حيت الحمد لله والله الا يعني بحكم التقارب الاجتماعي والمهنه ديال الصحافه يعني فكتحاكي يعني مع ناس اللي تبارك الله والله الا اللهم بارك يعني كيعاونوا وكيديروا الخير. كاين اللي كيشوف مسكينه ديك السيده كأم، كاين اللي كيشوفها كجده، كاين اللي كيشوفها ك تحرم من واحد النعمه وبغى يدير داك الاجر ديك السيده. كل واحد يعني كل واحد يعني والصوره هو كيفاش كيشوف ديك السيده. ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله، فغادي نحاول على انني نعاود نتواصل معها لحقاش يعني اثرت فيا واثرت في الاخوان كاملين اللي كانوا كيتابعوا معنا اللايف واللي شافوا الفيديوهات. انا متاكد يكونوا تفاعلوا معها مسكينه بشكل كبير لحقاش تستاهل 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 بزاف. نرجع الموضوع انا متابعينا الكرام، الضباب والظلامه، الظلمه يعني في طريق ديونا يعني واحده من الطرق الرئيسيه. نتمنى من الله يعني شكرا لك خويا نور الدين، نحاولوا على اننا نتفاعلوا مع بعض التعليقات باش نشوفوا. يعني اختك كتقول مازال الصوت ضعيف، كنظن بلي المشكل ديال الصوت تحل. شكرا لك خويا الحسن، كذلك خويا عبد المالك، شكرا لك الله يحفظك. طريق السلامة، شكرا لك يا اخي الله يحفظك الله يبارك فيك. وطريق السلامة ان شاء الله للجميع اخويا، كاع اللي شاف الطريق ان شاء الله في هذه اللحظات الله يديهم على خير. اكيد على ان يعني الناس فاش كيخرجوا يخدموا فكاين اهالي كيتسناو فيهم، كاين يعني والدين، كاين وليدات، كاين اهل، يعني بزاف ديال الامور نساعدوا بيناتنا تما كان، خصوصا في الطريق وخصوصا على اننا يعني ولينا كنشوفوا مابقاش يعني داك كي غادي نقولوا له التعاون يعني في الطريق، او كل واحد باغي يدوز هو الاول. هذا مشكل يعني كبير اللي كنعيشوه. متابعينا الكرام، فوصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا لكم وشكرا لتتبعكم.
اخ جواد كيقول الضوء والو، ويا خويا جواد ف ظلمه يعني في الطريق، الله يصاوبو صافي. شكرا لكم متابعينا الكرام والى اللقاء. قبل ما نختم يعني فاش بغيت نختم وكنقرا كومونتير ديال واحد الاخ، الصحافه ساهمت بشكل كبير لمساعده الفقراء والمظلومين. اكيد خويا سمير والله الا يعني اكيد وحق الله. انا قبل ما نختم بغيت نقول غير كلمه خصوصا يعني وكانني يعني ابن قناه شوف تي في وصحفي فيها يعني والله الا يعني قد ما ما يعني كتبغي العمل ديالك قد ما كتزيد تقرب للناس اكثر، يعني كتزيد تقدم يعني فاش كتبغي تقدم حتى شي حاله انسانيه فما كتقدمهاش يعني في داك الموضوع الصحفي او في داك الموضوع الاشكالي كتقدمها ويعني وانت قريب ليها وانت كتعيش مع هذيك الحاله. الله يثوب الجميع ان شاء الله. وشكرا لك اخي على التعليق خويا سمير، تبارك الله عليك. شكرا لكم متابعينا الكرام والى اللقاء.